تعليقك 350 ريال تقول ساعات قبل اخرج من بيتي 10,000 ريال، واعتقد الامثله كثيره مع البشر المتبرعين. انا اقول لا تختبر الله جل وعلا، الله اذا اعطى ادهش واذا اكرم ما اعجب. فكون انك تتبرع بشيء يسير ثم يعطيك الله اضعافه هذا شيء مفروغ منه دائما، وعطاء الله يدهش. لكن انت اعرف من تتعامل معه، انت لا تتعامل مع ملك ولا تتعامل مع امير ولا تتعامل مع وزير، تتعامل مع ملك الملوك سبحانه. تتعامل من اذا اعطى ادهش، تتعامل مع من انقذ يونس من بطن الحوت، تتعامل مع من انجى مو ابراهيم من النار، قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. انت تتعامل مع كريم اكرم جواد، فلا تختبر الله ولكن اعط وانت موقن ان الله سيعوضك، واسال الله لهم التوفيق. جزاك الله خير. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. ابشرك يا ابو عبد الله، اقول بشر بعد اذنك. الان انا مدير الجمعيه وشوفت عينكم، الان جات يرسل لي الايصالات ما شاء الله، وكل من ارسل شوف الان مضبطينك مرسلينك اكثر مني. اي انا كلمته. طيب اخر اصاله بقراها بعد اذنك يا ابو عبد الله. متبرع ب 1000 ريال، فاعل خير يتبرع ب 1000 ريال على النسخه جميعا، الله يكتب اجره ويستاهل. ما شاء الله تبارك الله. وكذلك يا ابو عبد الله، ناصر الغامدي سالم من سعيد، وين راحوا؟ لا اليوم جاني سهم بس. طيب يلا زين الحمد طيب لله. متبرع يتبرع ب 700 ريال عيد ادهام الشمري، كذلك على النسخه كامله، جزاه الله خير. ما شاء الله تبارك الله. هنا تبرع سهم الشامل 350 ريال، تقول تبرعت بهالمبلغ بنيه عن اولادي وعن سمي ولدي عبد الله المري. وين عبد الله؟